و114 the nurse told the health assistant there is open wound and fluid and splash. What appropriate PPE؟ بيقول لك المساعدة الممرضة أخبرت المساعد الصحي إن هي هتغير على جرح مفتوح وهيعمل سبلاش. جرح يعني هيعمل سبلاش. هنعمل إيه؟ هنلبس البي بي إيه كاملة، هنختار الجاون والجلافز والماسك والبوجلز والهير كوفر اللي هي البي بي إيه كاملة، يعني هنختار أكتر حاجة فيها. 115 موجودة في الآخر، موجودة في الآخر. طيب ماشي، ماشي 150. بتسجل؟ متسجل. The appropriate to his assistant don't morning care do in morning care هتبقى wear gloves when assist patient with the flossing flossing teeth. yes with blood thin. هو بيقول لك ان انت دي تقريبا غرفة صح؟ ديت ان انت الحاجة اللي هي عملتها في الصباح، اللي هي بتلبس جوانتي ما بتيجي تنظف سنان مريض عنده سيولة في الدم. تاني غرفة شيف تو بيشنت ويز ريزور ويز اوت جلافز صح؟ وير هي جلافز مش وين غرفة يا إسراء، هي مش غرفة، هو كان سؤال عادي. كان سؤال عادي؟ هو يعني بيقول لك تشيف البيشنت، انت هتحلالي للمريض وتزود جلافز من غير جلافز طبعا غلط، او مثلا هتلبسي جلافز ده هون البيشنت هو بيحط عينه الصناعيه، برضه كانت انسب حاجه اللي انت هتلبسي جلافز للمريض اللي هو عنده سيوله في الدم. اه معلش خلاص، يبقى دي 3 اختيارات وهي اختارت ده انسب حاجة. تمام 116 patient with paraplegia and worry about care. في مريض عنده شلل نصفي سفلي وهو قلقان من موضوع الكير، يعني فانت هتخبريه tell the patient you will perform care to you without assistance. انت هتخبريه ان انت يعني المسؤولة عن الغيار ده وعلى الكير ده ومش هتحتاجي ايه مساعدته. 117 the health assistant perform bed pass to patient where should be gone. بيقول لك المساعد الصحي لما يجي يعمل حمام للمريض ايه اول حاجة يبدأ بيها؟ هتبقى clean area then solid area. هيبدأ بالمنطقة النظيفة ثم المنطقة المتسخة. تمام patient at the end of cancer stage and observe chest on raise what appropriate action. مريض آخر مرحلة في الكانسر وانتي لاحظتي ان الشيست بتاعه ما بيطلعش. تمام اول حاجة تعمليها ايه؟ هتبقى tell the nurse، هنبلغ الممرضة. 119 patient with nasogastric tube and the health assistant perform care mouth to patient and observe sore in mouth. المساعد الصحي بيعمل يعني كير لمريض مركب أنبوبة تغذية في الأنف، ولاحظ إن في قرحة في الماوس بتاعه، هيعمل إيه؟ تيل ذا نيرس، هيبلغ الممرضة. 120 كاركترز اوف بروفيشنال هيلث اسيستنت. صفات الممرض المساعد الصحي البروفيشنال هتبقى الحاجة اللي هو بيعملها عشان يبقى كده، اللي هي do the best even no one see here، بيعمل أفضل حاجة عنده من غير ما حد يكون شايفه. 121 patient to patient today make up confused and this patient every day take up normally and active. ده مريض كل يوم الصبح بيصحى اكتف وطبيعي، النهارده بس صحى confused مرتبك. بس يا حبيبتي تيل ذا نيرس، هبلغ الممرضة. صحابي سامعينك هيقولوا عليك ايه؟ لا فوق برشام patient have بابا patient have central venous catheter from 1 hour and the health assistant found a large amount of blood and redness.
خدها معاك. بيقولك المريض لسه عامل يعني السي في سي قسطرة الوريد المركزية، وهو من ساعة، والمساعد لاحظ ان هو لقى كمية دم كبيرة واحمرار، هتبقى تلزا نيرس immediately، هنبلغ المريضة في الحال. 123 لاي بر من فضلك. patient with stroke and the health assistant perform care to him what need immediately tell the nurse. ده اللي هو مريض عنده ده اللي انت قلت عليها اللي هي الأخيرة، هتبقى adrenergic sicko through open nostril، صح كده ولا ايه؟ قوي يعني، لو حد برضو يعرف يبحث ترجمة عنها الإجابة تمام. الأخيرة دي إيه يا جماعة؟ في إجابة كمان انضافت يا دعاء. حاجة سد الريسبيراتوري. خلاص الإجابة دي طيب يا جماعة. الإيه؟ كان اتفضل. في حاجة سميكة داخلة يعني في النوز بتاعة المريض، يعني فاهماني؟ سدت الفتحة بتاعة النوز بتاعة البيشن يا مس بسمة، اللي هو في مشكلة عنده في النوز، ممكن تكون دي حاجات كده، ممكن يكون حصل فيها انفجار في الأوعية الدموية أو حاجات دي، لأن أنا اللي قلت لكم اللي سألت عليها وقال لي هي الإجابة رقم 4، حتى أنا قلت لمستر محمد قال لي أنا فعلا كذا حد قال لي هي رقم 4، وهكتبها أتأكد أكتر وأكتبها على الجروب. تومات كومبليت يا إسراء. و24 patient asked the health assistant to explain what the mention of arthritis. بيسألوا يعني عن ايه الارثريتس ده، ايه الالتهاب ده؟ هتقول له inflammation in joint، ان ده التهاب في المفاصل. تمام. The 24 the patient dining ايه؟ dying and his family want to know أو في مريض مات والأهل عايزين يعرفوا cause of the death. The health assistant send a letter to، هو الأهل عايزين يعرفوا سبب الوفاة، احنا هنعمله ايه؟ هيبقى send a letter autopsy، هنبعته للتشريح يعني. تمام. تمام. The health assistant perform care to patient with catheter. During this care the catheter lose what should do. وانتي بتعملي غيار لمريض مركب قسطرة، القسطرة اتشالت منه فقدت، هتعملي ايه؟ tell the nurse immediately. تمام. The device that makes sound to heart moving. في جهاز وهو بيعمل بيطلع صوت ويف او ويفز، اللي هو ايه في الهارت، يعني اللي هو بيقيس تبع الهارت حركة القلب، هتبقى الايكو كارديو كارديو جراف. ماشي. ذا بيشنت ان ذيس بيكتشر، سهم جايب سهم اسفل الدر عامل نقطة، صح كده؟ وين ذا هيلث اسيستنت كير ذا هي بيشنت اوبزيرف ذيس اريا از فيري ريدنس 5 سي ام باي سي 5 سي ام، وات از ذا ابروبريت بوزيشن تو بيشنت انتل ذا نيرس ارايف. بيقول لك ان ده بيجيب لك صوره ان في مريض عنده اسفل الظهر احمرار، وحاجه يعني الاحمرار ده احمرار جامد بحجم 5 في 5، فانت هتعملي ايه؟ الوضع اللي هتحطيه في المر... اللي هتحطي المريضة عليه لحد ما الممرضة تيجي هيبقى لاتلر. تمام. عن السؤال ده يعني، وقال بدل المنطقة يعني ساكرم وكده، ان انتي هتحطيه على برون لاينج اسمه كده، يعني البوزيشن اسمه كده، ان هو بيحطه على وشه بس بتبقى راسه على المخدة ودراعه بيبقى مرفوع، يعني بيبقى رافع دراعه على مخدة تانية، اسمه لاينج برون. انا عملت سيرش عنده يعني عنه في جوجل ولقيتها فعلا كده، فهيبقى اقرب حاجة برون، ولا هنعملها سايد لاينج ولا ايه؟ اصل لو وبرضه سايد لاينج هيرجع تاني على ظهره على فكرة، ولو حطيتي مخدة ورا ظهره طب ما انت كده برضو هتزودي القرحة، مش تبقى متهوية حتى. ما عندك اللاتيلر يا مس، ما شفتيش برضو من ضمن الاختيارات
ما انا عارفه، بس هو اللاترال انت عشان ما يرجعش على ظهره هتحطي مخده وراه، حاجة فالمخده برضو هتبقى ضغط على المكان. أنا أول حاجة جات لي ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي اتفضلي يا ميس. سامعني؟ بصي حبيبتي، انا السؤال ده بالذات، يعني في ناس بتقول ان هو اوقات بيطلب ايه البوزيشن اللي المفروض هيكون فيه، وفي سؤال تاني عليه اللي هو سبب السورس دي ايه، او سبب الاحمرار ده ايه. ماشي. ده انا سمعته فويس، يعني واحده زميلتي كانت اختبرت وقالت ده هو ايوه عنده زي احمرار في الظهر، برشح. طب تعالي ومش لو جايب لك، مش جايب استفدنا لك ان هو حطيه في وضع ايه، انت جايب لك ان انت ده من ايه، سبب. يعني بيسألها ده من ايه، قالت ان هو من ايه. طب تعالي لو ناخد بالسؤالين دول، لو هو سألك على البوزيشن بتاعه هيبقى البوزيشن ايه، ولو سألك سبب السورس ده هتكون ايه، يعني الألثر دي اللي عنده هتكون بسببها ايه. برضو انا عايز اعرف الاجابتين بعد اذنكم. بصي، يا هي قالت ان هي السورس دي بسبب الكمبريشن او الضغط على المكان، يعني طب بصي ماشي، يعني معناه يا ان هو جماعه، نايم على ظهره كتير، يعني معناه ان هو نايم على ظهره معناتها كتير. هو نام كتير على ظهره، فده عمل احمرار على ظهره، يعني ده سبب. ايوه وهي قالت ان هي جالها في الاجابه الكمبريشن ثواني معلش. بسبب الضغط، يعني الضغط على ايوه المنطقه البريشر، دي، فاهماني؟ ايوه السور بالبريشر من الضغط. بس انا شفتها على النت، جاب لي كده السكرم والباك والكلام دوت، هيبقى اللاتيلر انسب وضع. والله جات لي اول ما كتبتها كده. انا حبيت، بس مين البوزيشنال؟ حبيت انوه عن الموضوع ده، لان مفيش حد ابدا بيقول على السبب ايه، يعني هي بس واحده اللي طلعت قالت، وفي واحده تانية كمان. كان ايه؟ يعني هو السؤال عشان ما تتلخبطوش، السبب بيكون ايه، سببها ايه الاحمرار، ممكن يسألك كده وممكن يسألك كده، فركزوا. يعني يا جماعة هو السؤال دايما، السؤال ده يعني انا شايفه ان الوضع المناسب في السؤال ده البرون، يعني هو بيقول لك الممرضه جايه اصلا، طب ما انا اسيبه على البرون والممرضه هتيجي تشوف. حبيبتي مش بس عارفة، يعني انا شايفه كده، مش عارفة صدقيني. أنا والاجابه اللي البنت قالتها دي برضو منطقيه، يعني اللي هو برضو طب ما انا هحط مخده وراه هيبقى فيه بريجر، الاجابه دي منطقيه برضو جدا، بالظبط. منطقيه بس جدا. في ناس كتيرة اختارتها البرون وقالوا ان هي غلط برضو. شايفاها برضو برون دي صح. نبحث عنها تاني، مش هنخسر حاجة، انا كده كده قاعدة بسهر، هبحث عنها تاني. طب نكمل، معلش يا مش اسراء بالله مية عليكي. تسعة وعشرين بيشن، يلا. ماشي. بيشنت ايه، انجين اللي هو الشيخوخة صح؟ انجينا صح، هي لا مش الذبحة، الشيخوخة، الذبحة الخضرية. انجينا and fails pain in arm and shortness of breath. المريض اللي ذبحة شعر ان هو عنده ألم في دراعه، وعنده ايه، قصر تنفس، مش قادر يتنفس، يعني هتبقى الهارت اتاك مايوكارديال ان فراكشن، ده الاسم الثاني. 130 patient after surgery explain to him cough exercise what should health assistant advise patient during this. مريض بعد الجراحة وهو انت بتشرحي له يعني ان هو يعمل اللي هي التمارين بتاعت الكحة وكده اللي بتبقى بعد العمليات، هتقولي له ايه؟ هتبقى سبورت ذا ووند، او هتعملي ايه؟ هتثبتي الجرح وزبيله وينكف، عند لما يجي الكح هتثبتي الجرح بالمخدة. 31 the daughter of the patient asked the health assistant she always see her perform this care to her mother. What appropriate response. بيقول لك بنت المريضة كل ما تدخل بتقول لك ان هي كل ما تدخل او دايما بتشوفك ان انت بتعملي كير لمامتها، فايه رد فعلك يعني او كده، هتبقى explain to her procedure and reason for it. بنشرح لها البروسيجر وبنعرفها ان احنا بنعمله ليه يعني. 132 the health assistant leave the shift during lunch time to another department what should do. بيقولك المساعد الصحي غادر الشيفت اثناء وقت الغداء.
وراح لقسم اخر وات شود دو، هتبقى ساب ال... لا هو ساب الشيفت بتاعه لاسم تاني، فاهماني؟ ايه ساب الشيفت بتاعه لاسم تاني، فهو مشي فاهمه وسلم الاسم مثلا لاسم تاني خالص. لا انا مش فاهمه ايه ده. يعني هو المساعد الصحي راح وقت الغداء تمام وسلم الشيفت لاسم تاني. يعني مثلا هو في البطن عطل للصدرية مثلا. تيل تشارج نيرس، هنبلغ الممرضة المسؤولة. 133 وير ذا ليج اكسرسايز افتر سيرجري اوبريشن بين، امتى بنبدأ الاكسرسايز بتاعة بعد العملية؟ هتبقى او منين بنبدأ في الرجل يعني، منين هتبقى فروم انكل تو ني من 5 لـ10 تايم، من 5 لـ10 مرات من الانكل الكاحل لحد الركبة. هو مش قصده عدد المرات تمام، عشان كده في بنات بتسأل، هو بيكتب لك الأعداد، بس هو قصده في السؤال يعني انت بتبدأي منين. تمام ده اللي قصده اكتر تمام يعني. ماشي. 134 ديسفاجيا معناها دي فقالة السولوينج اللي هو صعوبة في البلع، والدايت بتاعهم سوفت. الستروك بيشنت دايت سوفت، بيشنت ديسفاجيا افتر ستروك تبقى الدايت سوفت. كلير ليكويد بيبل هو ار نو ايه نوزيا نوزيا or vomiting have had surgery or recovering from acute illness or injury و diarrhea، اللي هو السوائل الخفيفة، اللي هو السوائل اللي هي اللي هو الكلير ليكويد، السوائل النقية يعني، دي للناس اللي هم عندهم غثيان أو كي أو عندهم عاملين جراحة، او اللي هم في وضع recovering from acute illness من مرض حاد صح كده، او اصابه او اسهال. هو هي دي الاسئله دي جات لك ولا انت جايباها؟ الحاجات دي بالنص من الكتاب. لا هي جات لك يعني ولا انت كاتباها لنا كده كمان؟ ربنا يبارك فيك. الفول ليكويد دايت people who have been on a clear liquid diet and ready to progress to food with more motivation. natural. تمام. دول الناس اللي هي ماشية على نظام غذائي اللي هو سوائل يعني، وان هم ايه بقى ايه progressive to food دي، اللي هم ايه مش عايزين ياكلوا يعني ولا لا هما دلوقتي كانوا على الكلير تمام، وهما مستعدين اللي هما يتقدموا في الطعام، فاهمين؟ هننقلهم بقى لمرحلة تانية يعني دي في مور مرحلة. نيوتريشن، يعني التغذية بقى أكتر. بنمهد لهم قبل الغذاء العادي تمام. الميكانيكال دايت اللي هي بتساوي السوفت دايت تمام، بتساوي البيور، أنا ما كتبتهاش بس يعني ماشي، بتساوي البيور تمام. people who have difficulty showing or swallowing or digesting food. digesting food يعني عنده مشكلة في الهضم. اه digestion ده اللي هو الهضم. مش دو بيتيتوس و سبينش، ايه سبانش ده؟ سبانخ. سبانخ ما بحبهاش. ماشي. 140 بيورد دايت ده اللي انا هو البي. كتبتها طب ما دي اللي انت قصدك عليها؟ وتنفع للناس اللي هي برضو على سوفت. هي البيور دي الثلاثة يا مس دعاء لا برضو، لا اللي هي برضو زي السوفت بوتيتو والحاجات دي، برضو الحاجات اللي هي سهلة برضو. زي الحاجات اللي بتتعمل بالهاند بلندر كده صح؟ الحاجات اللي بتعمل في الخلاط دي اللي هي البلاند دايت للألسر. ماشي. بيورد دايت people who very very poor
دنت اللي هم عندهم ايه دنت دنشن اللي هم فقر شديد في الأسنان. are very frail or who have end stage disease وفي المراحل الأخيرة من المرض. 141 كربوهيدرات controlled diet الكربوهيدرات. people with diabetes mellitus الناس اللي عندهم سكر. صوديوم ريستراك ايه ثواني يا مس اسراء، خليني انا اقرا الحاجات دي. إيه الكربوهيدرات؟ كربوهيدرات كنترول، احنا بنتحكم في الكربوهيدرات دايت دي للناس اللي هي عندها سكر، مش بنديها لهم. تمام. إيه بعد كده؟ الصوديوم ريستريكتد دايت برضو، الناس اللي هي مقيده من الصوديوم هتبقى اللي هم عندهم هارت ديزيز او هاي بلاد بريشر او عندهم كيدني ديزيز. اللو كوليسترول دايت اللي هم عندهم هارت ديزيز. الالسر بيشنت هتبقى الدايت بتاعهم بلاند. الريجولار دايت اللي هو الهيلثي بيرسون عادي للناس العاديه. بصوا، في سؤال جه معلش يا مس دعاء، بعته لمستر محمد عشان ما كنتش عارفاه، وهو الصراحه قال لي عليه، يعني اللي هو ريستريكتد ماشي فود، ريستريكتد فود الناس اللي هم عندهم تغذيه مقيده دول هم ايه. هي مش البنت بقى مش قايله السؤال كله، هي جايبه بس بتقول ريستريكتد فود دول الناس اللي عندهم بنديهم كميه محدده او معينه من الكالوريز. تمام. في خلال ساعات معينة من اليوم، احنا ما ينفعش ان احنا نعديها، هما ليهم حاجات معينة اسمه restricted food. تمام. هو تمام. ليه طعم معين؟ هو تمام. او ليهم سعرات حرارية معينة في اليوم، ما ينفعش يعدوهم، تمام. زي مقيدة. تمام. ماشي كملي. 150 ال 146 صح؟ اكمل انت. ولا الكيدني ديزيز ايه؟ اكمل انا ولا اكملي انت؟ كملي والله مش قادرة انا، بس في حاجات سهلة. انا مش عايزه تعبي كله، بس لو في حاجه قوليها او وقفيني. يعني 146 كيدني ديزيز هو أمراض الكلى، هتبقى الناس بيمشوا على إيه؟ لو بوتاسيوم دايت. الهارت ديزيز فيتامين دي. ماسلز ويكنس هتبقى بوتاسيوم طالما هنا في ماسلز. بريجنانت وومن انكريز كالوريز. والأوستيوبروسيس معناها إيه؟ اللي هي لوز أوف بون تيشو، بنديهم كالسيوم. الاوستينوكروزيس دي ديس اوف بون تيشو، موت ايه انسجه العظم. دايت افتر اوبريشن اور سيرجري، الدايت اللي بعد الجراحه او العمليات. المريض الاول بيبقى ان بي او، بعد كده الايس شيبس، بعد كده كلير ليكويد. والايس شيبس الايس شيبس دي مش عاده يعني، في بعض المرضى وبعض الدكاتره هما اللي بيطلبوها، وكلير كلير ليكويد وفول ليكويد، بعد كده السوفت دايت، بعد كده ريجولار دايت بيمشي على الاكل بتاعه العادي. مش الايس شيفت دي يا مش دعاء زي اللي عنده تنسيلكتومي اللي عامل استئصال الزيتين؟ بالظبط كده. ممكن في الحالة دي هي مش الحالات، مش كل الحالات زي ما مس اسراء، هي الحالات معينة احنا كاتبينها كده يعني عامة بس. تمام. تمام. 152 بيشنت بور بالانس، مريض عنده فقر في التوازن، ما عندوش توازن قوي. اند ويت 50 كيلو جرام، وزنه 50 كيلو جرام. هاو ذا هيلث اسيستنت تو موف ذا بيشنت، ازاي المساعد الصحي هيحرك المريض دوت. فروم خلاها ويت تقولوا بقى بالله عليك يا اسراء، نعم خلاها هي اللي تقول. ماشي يا انا قلبي كنت ماشي. اصلا هعلق على السؤال ده، عشان لحد الان في ناس بتقول لي انا اخترت الدايفريم. مفيش حاجة اسمها يا جماعة البلت بيتحط على الدايفريم، الإجابة دي غلط، الإجابة دي غلط 100%، محدش يختارها تاني. بيجيب لك إجابة صح في الاختيارات، يا إما هتحط البلت على الويست دي صح، يا إما رجل المريض هتكون بالرجل دي صح، يا إما هيقول لك الباكل اللي هي القفلة بتاعة الحزام تكون من الفرونت الأمام دي صح، لكن محدش يختار دايفريم أبدا. اللهم بلغت.
بيقول طب لك بقى سؤال، بس يعني سؤال يا يعني مست إسراء، يا مست دعاء، جالك الإجابة الأخرانية كده نصا كده؟ جات لي كده بالظبط، كانت والله إجابة العظيم كبيرة أكيد. ده انت كده المهم المهم. لا طب أو لو بص جالك برضو هاند لو جراسب، لو هاند جراسب صح ما جاش إيه؟ الويست، لو ما جاش الويست تمام، ما ساعتها جاش الوسط. أنا أقول لك هيجيب لك إجابات من اللي أنا قلتها، رجلك بالرجل المريض، آه لا رجل المريض بالرجلك، آه يا إما قفلة الحزام من قدام، يا إما هاند جراسب. تمام، هيجيب لك إجابة صح في الإجابات، بس الدايفرام دي غلط. طب تمام. مس بعد اذنك يا مس، عايز اسالك على حاجه كمان. ما امتى في حالتين، في حاله بيكون فيها رجل المريض بالرجل انا، وفي حاله النيل للنيل عشان يسند عليها، دي امتى ودي امتى؟ على فكرة هما الاتنين في نفس الحاجة، وانت برضه بتنقل المريض، لو بصيتي في الصورة برضه هتلاقي الكني بتاعة الهيلث للكني. اللي هو بيسند على الركبتين بتوعي عشان ما يقعش اول ما وممكن بيقوم. برضه يجيب لك في السؤال اللي هو يكون الكني برضه انت تانياها وستريت الباك، دي برضه صح. تمام يا مس. ماشي، لكن محدش يختار ديافرام تاني ابدا لحد الان، في ناس برضو بتكتبها غلط، وانا قلت مليون مرة وبرضو ناس بتختارها ديافرام. ديافراجم ده اصلا بتاع حزام تاني، الحزام اللي هو بتاع التخسيس وكده، ايوه، ما والحزام لناش اللي علاقة هو احنا بال، هو بيجيب لك 50 كيلو عشان يلخبطك. فايه هو يعني، حتى الكتاب يقول لك ايه، لو مثلا عندك مريض 50 كيلو مثلا او ضعيف او وزنه ضعيف، بتحطي مثلا ايه حتة قطن او حاجة قطنية بين الحزام وبين جسمه، دي برضو صح. كان ياسمين جايلها بين الحزام والجسم 5 سنتي، قلت لها دي صح برضو. تمام، لكن دايفرام دي مش غلط. يا مس دعاء، بين الحزام والجسم يعتبر كزي الفيست بتاعت الايد كده، قبضة الايد اه تمام، عشان الحتة. تعرف تنتج. تمام تعال. تمام، تمام 153 بقى. الانما تيوب فور بتخلي الانما قد ايه؟ هتبقى من 2 لـ4 انش. الكاثيتر تيوب كلين انش 4 انش، اللي هي التيوب اللي من بره. سوبريور يعني ايه؟ الجزء العلوي من الجسم اللي هو توورد ذا هيد. الانفيريور لور بارت اوف بادي، الجزء السفلي. انتيريور فرونت اوف بادي، الجزء الامامي. بوستيريور باك اوف بادي، اللي هو الجزء الخلفي اللي هو الظهر يعني. تيوب باس تمبريتشر 105 فهرنهايت و40.5 درجة سيليزيا. التيبت باس 98.6 فهرنهايت 37 سيليزيا. برينيال كير 110 تو 115 فهرنهايت. والفور بيبي بيبيس اور شيلدرن 37 ل 38. الروم تمبريتشر 68 ل 74 فهرنهايت. الأوليجيوريا معناها قلة في البول، كمية البول بتبقى من 100 ل 400 مللي. الأنيوريا يعني مفيش بول خالص، كمية البول أقل من 100. وفي سؤال بيجي على الأنيوريا ده، بيقولك لو مفيش بول للمريض هتعملي إيه؟ هتبقى اللي هي تلزا نيرس، هتبلغي الممرضة على طول. 158 وير بي بي طب ايه معلش، بنلبس. ممكن سؤال يا إسراء؟ الأسئلة اللي بتيجي عن البوستيريور والإنتيريور دي أنا مش فاهماها خالص مبدئيا، وهي بيجيب أسئلة لك، ثابتة ولا بتتغير؟ هو بيقول بيتقالك لك إيه ايه، الخط اللي بيقسم بين فوق وتحت، تمام؟ اللي هو الخط العرضي اللي الترانسفيرنس دي ولا اسمه؟ ترانسفير يا سمر، ماشي ده الخط. لو قال لك الخط يبقى ترانسفير، هتبقى بيقسم السوبريور عن الانفيريور. أما أنا بس قلت هو اليومين كده. دول، ايوه بقول لك صح، بس بقول لك على اليومين دول بيجيب ايه، بيقول لك لور بارت اوف بادي، هتقول لي اسمه ايه، بالظبط، انفيريور. هو بيجيب لك التعريف ومعناه وانت بتختاري المصطلح، بس ايوه يعني يجيب لك التعريف وانت تختاري المصطلح، يجيب لك المصطلح وتعريفه ايه. انت ما هو ده اللي احفظيهم. انا اقصده، هو السؤال كده اللي بيجيبه لك بالظبط اه كده. بيجيبه كده. انت احفظيهم عشان تبقي عارفة، عشان السوبريور الانفيريور زي ما سمر قالت هيبقى مع بعض، الاتنين مع بعض كده اسمهم ترانسفير. خط الوسط اسمه ميدل، الامامي والخلفي اسمه سيجيتال. ماشي،
انا لسه حافظهم برضو الصراحة، ما كنتش انا ما حفظتش غير العربي، ترانس فين هو ده سفير الثوري. واللي هو الامامي والخلفي هتبقى السيجيتال، بفتكرها بالسهم السيجيتال، حسبي الله ونعم الوكيل. الوير بي بي اي، البي بي اي اللي هي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي هي الوقائيات الشخصية، ايوه هتبقى قوليها بقى. الجاون الاول، بعد كده الماسك، بعد كده الجوجلز، بعد كده الجلوفز اخر حاجة. تمام الريموف بقى احنا كنا شغالين بايه؟ بالجلوفز، فالجلوفز ده اللي فيه الزبط كله، فيه كل القرف، فاول حاجة نتخلص منها اللي هو الجلوفز، بعد كده هنقل على النظارة اللي هي الجوجلز، بعد كده الجون، واخر حاجة الماسك، واحنا خلاص خرجنا من أوضة المريض، اخر حاجة بنقلعها الماسك. تمام. أمين. ترانسفير بيشنت فروم بيد تو ويل تشير، عشان ننقل مريض من كرسي، من السرير للكرسي المتحرك، هنعمل ايه؟ هتبقى لوست بيد، بننزل السرير لاخر حاجه. ليه؟ علشان المريض ما نعرضوش ان هو ممكن يقع ويحصل له اصابه. ترانسفير بيشنت فروم ويل تشير تو بيد، هتبقى برضو لوست بيد. ترانسفير بيشنت فروم ستراكشر تو بيد، من النقالة للسرير، هتبقى ريز اور لور ذا بيد سو ذات ات از ليفل ويز ذا هايت اوف ستراكشر او سيم ليفل. ماشي، احنا هنرفع السرير صح كده؟ تمام، احنا نرفع السرير او ننزل السرير يكون في مستوى ارتفاع النقلة، لحد ما يعني يوصل لمستوى ارتفاع بالظبط النقلاوي. اللي هو السيم ليفل. هو شارب اه السيم ليفل معناه ايه؟ اللي هو يا اما هترفعي يا اما هتنزلي، بس هما الاتنين يكونوا في نفس المستوى. اه هو الاهم حاجة، اهم حاجة يكون الاتنين في نفس المستوى. لو لقينا مثلا السرير واطي وانا جاية مثلا بالمريض والنقالة اعلى منه، فهرفع السرير. لو العكس، لو انا جاية بالنقالة ولقيت السرير مثلا عالي قوي، لا هنزل السرير، عشان الاتنين يبقوا في السيم ليفل. صح كده مستوعب؟ بالظبط كده تمام. يعني تمام. دلوقتي المستوعب بتيجي زي الكتاب؟ لا انا ما اعرفش السؤال ده بيجي ازاي والله، بس انا كتبت لكم الشرح اللي في الكتاب، فاهماني؟ بس اه لكن تمام. الكتاب ده ما اعرفش بيجي ازاي. المهم يكون هما ايه، فاهموا الحتة دي. بالظبط كده. وبرضه لما تيجي تنقلي المريض من السرير للنقالة، بتعملي ايه في الأول؟ بتقفلي رجلين السرير ورجلين النقالة وبتنقليه. بعد كده ملكيش دعوه بقى بالسرير خلاص كده، بتعملي ايه؟ اول حاجه بتعمليها بترفعي الجوانب بتاعه النقاله، عشان طبعا المريض عليها، ملكيش دعوه بالسرير بتاعي خلاص كده. تمام وقبل ما قبل بيقول لك بقى سؤال، لما تنقلي المريض من السرير للنقاله، بترفعي جوانب السرير الاول ولا تفكي الانلوك بتاع، تعملي انلوك للويلز اللي هو العجلات؟ لا انا هرفع جوانب السرير الاول، لان انا لو رفعت لو فتحت يعني اللوك بتاع العجلات، طب ممكن المريض يقع. لا الاولى قبل، عشان قبل ما اتحرك خالص ارفع جوانب الايه، النقاله، ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور. تغطي المريض بايه، ببلانكت. تمام. حاضر. ترانسفير فروم بيد تو ستراكشر، هتبقى هننقل المريض من السرير للنقالة، هتبقى سيم ليفل. تمام زي ما احنا قلنا، تمام. 150 160 كوميونيكيشن ويز بيشنت كومبليت ديف. مريض الديف ده اللي هو المريض الأصم، اللي هو بقى كومبليتلي ديف. غير امبيرمنت خالص، ملناش دعوه بالهيرنج امبيرمنت، ده ضعف سمع، ده بقى ديف ما بيسمعش اصلا. هتبقى ريتن كوميونيكيشن، وممكن يقول لك بتستخدمي ايه، هتبقى بين اند بيبر، قلم وورقه، لو ما جبلكيش الريتن. 161 اي كونتاكت. يا مس دعاء، ده ينفع معانا نفربال كوميونيكيشن؟ استني يا اسراء، مس دعاء ده ايه ينفع معانا نفربال كوميونيكيشن؟ non-verbal سامعاني؟ communication؟ سامعك. اللي هتستخدمي معاه اشارات مثلا، واللي هو بتاعت السم والبكمة او صور؟ إيه والله ممكن برضو، ايه المشكلة؟ هو بالظبط كده مشكلة، ما هو بيشوف، هو ما بيسمعش بس بيشوف، ايه المشكلة؟
اه بس هو اكتر حاجه كان تمام جابها في السي بالظبط. ايه، بس هو لما يجيب لك في السؤال ده مش هيجيبها لك كده يعني، مش هيجيب لك اجابتين صح عادي. او في السي ان ايه كمان كان مركز قوي، سؤال مره جابهولي بالظبط. يعني انا حليته برضه، شفت جابهولي قال لي بتاعت هتستخدمي البيبر والبن. اه بالظبط تمام. تمام شيلد في احنا في الاي كونتاكت قلنا الافكتيف كوميونيكيشن اللي يبقى تواصل فعال، دايركتيف تمام كوميونيكيشن اتصال توجيهي لتوجيه شخص لفعل شيء ما، يعني الدايركتيف كوميونيكيشن هنفتكرها ممكن بالديفايس زي بتدي له ايه نصيحة او بتوجهيه عشان يعمل حاجة، صح كده يا مس دعاء؟ تمام هي دايركت اصلا، انت بتوجهي معناها كده اه اصلا يعني. اه توجيه مباشر. تمام تمام الشيلد هيز ابيوز فروم هيز ماذر، الولد متعرض للاعتداء او كده من مامته، هتبقى تيلزا نيرس، ولو تمام مفيش تيلزا نيرس يبقى تيلزا فيزيكيان او اللي هو الدكتور يعني. تمام The health assistant observe tumor in toes of patient cast، هتبقى check the pulse. بصي هنا انت كاتباها ايه، ايوه، هو عشان انا عارفه ان انا لو اثناء الشاور هحط كيسه، لو ما فيش شاور يبقى هشوف البلس، انا عارفاها كده ومقتنعه بيها. ماشي بس السؤال اللي بعده بقى. حاضر. تو دراي زي كاست، تو دراي زي هتبقى بوت اون هارد سيرفيس، اللي هو لما يكون تو دراي اه لا علشان ننشف في كاست يعني مبلوله اللي هي الويت، هتبقى نحطها على ايه وبتقلبيه بالبلم، متقلبوش بالفينكر. اه بنمسكه من البلم ونقلبه. شكرا يا ميس سمر. تحترمي الهيماتيوريا كلمة. الهيماتيوريا معناها blood in urine، جهاز ال AED ال A automated، ال E external، ال D defibrillator اللي هو صدمات الكهرباء اللي هو الكهربائية اللي بيشتغل مع ال CPR immediately. ال hemorrhage معناها bleeding اللي هي النزيف، والبليدنج بيحصل ايه هو والهيموريدج او الهايبر ايمسيز، هتبقى هايبوفيلميك شوك اللي هو صدمة نقص السوائل. ماشي سوري. 168 هو بيشنت نيد اوبزيرف كير فولي كير فولي اه هاو دغري هاو كده، بيشنت نيد اوبزيرف كير فولي بتقول ايه؟ دي غرفة، اه غرفة اللي هو متعاطي ده. اه بيقول لك ايه اكتر مريض محتاج ان انت تلاحظيه بعنايه، الاستروك اللي هو السكته الدماغيه، جلافز بيفور بلاد بريشر، انت بتلبسي الجلافز قبل ما تسيله الضغط، الدايبيتك اللي هو السكري، جلافز بيفور بلاد جلوكوز بتلبسي الجوانتي قبل ما تسيله السكر، الشيزوفرينيا، وونتس جام بوكس كلوز ميلك، علبة مربى ايه ده، علبة مربى ايه، وندس جامب بوكس جامب مقفولة. اه ماشي تمام. مخدرات تيل يو هي وونت فول تاب باز ويز ووتر تو سيت ان، هو بيخبرك ان هو عايز طبق او اللي زي البيت بان يعني كده مليانه ايه، او حوض كلوي مليانه ايه ميه. لا مش حوض كلوي، حوض كلوي لا. طب باوز ده اللي هو الحوض بتاع الشاور زي البانيو. اه البانيو مش عايزه يتملى ميه صح كده؟ صح هيغرق نفسه في حوض كلوي يا إسراء، لا انا هيطمروه فكرت في كنكة. انا دماغي راحت في بعيد والله، بس كده هيما في مختاره هو صح كده؟ بالظبط كده، هو ده أهم حاجة. كله بس كده صح؟ اه يا سلام. خلاص يا اختي انت ما صدقتي تضحكي. تانية برضو غرفة. هاو بيشنت نيد تيل ذا نيرس immediately، انا مريض فيهم محتاج ان انت تبلغيه موجوده في الحال، الستروك انكستي متضايق، والدايابيتك تكتف بيتكلم كتير، سي او بي دي ديفيكالت بريزنج بيتنفس بصعوبه، مالتيبل كلوروزس فيتج ازلي، ايه فيتج ازلي دي اللي هو بيتعب بسرعه ولا ايه؟ هي الغرفة دي مست يمست يمست
يا مس دعاء موجودة في الحزن الختام بس مش موجود سي او بي دي صح؟ هو مغير هنا. خلاص يبقى احنا هنا هنختار السي او بي دي. السي او بي دي يعني ايه؟ كورونيك بالمونري، كورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، اللي هو الالتهاب المزمن، التهاب الريال الرئوي المزمن. والغرفة اللي قبليها دلوقتي ضافوا عليها الدبريشن، بيعوز أدوات حلاقة، فطبعا الدبريشن بالظبط. ما أصلا ما بيهتمش أصلا بالنظافة الشخصية بتاعته، فعايزها ليه غير إن هو هيأذي نفسه بيها؟ بالظبط. هو كمان في السؤال بيقول لك انجري، يعني هو اصابه. حد بيخبط. طيب ماشي انا جاي. الجرافيتا يعني بريجننت وومن. حاضر. جرافيتا بريجننت وومن، نيل جرافيتا، a woman who has never been pregnant، ما حملتش قبل كده. برايمري جرافيتا، a woman who pregnant for the first time، أول مرة تحمل. ال دي ان ار اللي هو دي يعني دو ان نوت دوت دو نوت ريسسكيشن، يعني لا تنعشني. المريض بيبقى ماضي اقرار كده، بيقول لك ان هو لو مات او قلبه وقف ما تعملوش سي بي ار. تمام. البليدنج يعني بيحصل من ساعته ايه البليدنج؟ هايبوفاليميك شوك، صدمة نقص السوائل. الحمد لله. احنا كده خلصنا. بس معلش في تعليق بسيط، هو تعريف النزيف هي دي بس؟ لا البليدنج هيمرج، لكن ده الصدمة. لا الهيمورج دي كلمة بتساوي البليدنج، يعني لو جاب لك دي يعني ده معناها، ده المعنى التاني ليها. كلمة بقى النزيف او تعريف النزيف نفسه ايه؟ بيبقى بالعربي كده اللي هو فقدان كمية كبيرة من الدم من الدم في الجسم، ممكن تؤدي للوفاة. وممكن يحصل بليدنج عن طريق الشريان او بيبقى عن طريق الوريد، ولو مش شريان طبعا بيبقى كمية الدم بتبقى بدفع كده بوش، وبتبقى يعني كبيرة جدا، والدم بيبقى لونه احمر. طب معلش يا مس سراء، ممكن تكتبيها؟ لان انا في فويزات كتير بسمعها بيقولوا ان جانا تعريف النزيف. ما هم قصدهم على اللي هم ريتشي يا حبيبتي. اللي هم مش هو تمام. هنا انا بس يا مش اسراء، معلش انا هنا كاتبه بليدنج، انا قصدي نوع الصدمه ايه، مش قصدي تعرفها. اي ما انا عارفه، ما انا قلت انا بوضح لها يعني. لا هي بتسأل عامة على تعريف النزيف اللي هو الهيموريدج، وهو مش بيقول لك تعريف بقى، هما بيقولوها غلط. هو بيقول لك معناه، معنى هيموريدج ايه؟ زي الديسفاجيا كده، معناها ايه؟ difficult swallowing، المعنى التاني ليها. مش دعاء، نعم. ممكن لو سمحتي حضرتك يا حبيبتي تقولي لنا الإلاستيك بنتاج من وجهة نظرك شرحه كتابة شرحه كتابة. بصي قولا. يعني انا شفت فيديو قبل كده، اهم حاجة انت بتلبسي من اول، من فوق بتحطي من فوق مش من تحت. بس هو جايب الصور ملفوفة من تحت، الصور اصلا مش موضحة لك فتح اول حاجة حطها فين اصلا. انا بقول على الالاستيك بنتاج اللي هو الرباط الضاغط. ايوه ما انا عارفة الالاستيك بانداج اللي انت بتقولي عليه. بس الصورة هو اصلا بصي، مش جايبة من أول خالص. انت شفتي أول خالص ما تمسكي الشريط، أول خالص، أول حاجة خالص بيبقى من البالم بتاع الفوق. من فوق عند الصوابع كده، مش بتبقى من تحت، بتبقى من فوق الأول. تمام. تمام. فدي تالي دي أهم حاجة أصلا هتلاقيها في الإجابة. اصل هو ما ينفعش في الاجابه يجي فينجر، لانه هو اصلا ما بيغطيش الفينجر. لا انا قصدي، انا بس بوضح اللي هو ايه، بتبقى من فوق، يعني قصدي من عند الصوابع اللي هو من فوق، مش من تحت، من عند الرجل من تحت، لا من فوق الاول. تمام. زي الباك بتاع من عند الدرزل كده. دورتك السلام ايه؟ عليكم. انت بعدك. لا السلام. دلوقتي انا يعني شكرا جدا والله على تعبكم معانا والله، ومتشكر جدا يا ميس دعاء، يعني شكرا الواحد لك. استفاد حاجات كتير جدا. الحمد دلوقتي انا لله. لو داخل الامتحان ان شاء الله في شهر 3 يعني، بس المغيث انا مش حابب ان انا اخشها، لاني شكلها اصلا كلها معقده على بعضها.
بصراحة ذاكرت حسن الختام وذاكرت عبد الرحمن كويس وكده. بص هل لحضرتك، إن شاء الله الامتحان يبقى كويس لحسن الختام وغير الفويسات والكلام ده ولا إيه؟ بص لحضرتك، هي غيث كويسة في ان انت بتعرف حاجات كتير، بتعرفك على حاجات كتير وبتفتح مخك على حاجات كتير، فهي دي الأساس. لحظة، ممكن توقفي بس التسجيل وبعدين كده نكمل؟ مش إسراء بقى توقف، انا هوقف ماشي.